في ظل تزايد الاهتمام بالحصول على الجسم المتناسق وفقدان الوزن الزائد، أصبحت لوجبات الأكل الصحي صيحة جديدة، ما يمثل مشاريع جديدة للمطاعم. يذكر أن نجاح هذه المطاعم الصحية يعتمد على طبيعة الأسعار ونوعية الخدمات المقدمة. بسبب التوجه الملفت لتناول أطعمة صحية خالية من الدهون والنشويات، يصر الطهاة على ابتكار وجبات عديدة، فباب التجربة مفتوح على مصراعيه في عالم المطاعم وأعداد الأطباق. يقول صاحب أحد المطاعم الصحية أن الفكرة وتته بسبب الإقبال الكبير على تناول وجبات صحية منتظمة بعيدا عن الوجبات السريعة. هذا المطعم مختص في الأكلات الصحية خالية من الزيوت وبمواد طبيعية 100% تحت إشراف مختصين في التغذية وتحت إشراف شاف أو رئيس الطباخين بما يعرف باللغة العربية اللي عنده خبرة ثانية في مجال الأكل والأكل الصحي خاصة. أخذت المطاعم التي تقدم الوجبات الصحية في الانتشار بسبب الطلب المتزايد مع اكتشاف مخاطر السمنة على المناعة وأمراض أخرى تسببها الوجبات الغير صحية. في الأونة الأخيرة انتشر بما يسمى مطاعم الصحية، أي أنه هذه المطاعم بديلة لمطاعم اللي كما يعلم المواطنين أنها تشكل خطر على صحة الإنسان، خاصة ما يسمى بأمراض العصر أمراض القولون. الأكل الصحي له فوائد كثيرة للإنسان، حيث أنه غير مضر بصحة الإنسان. يعتمد نجاح مشاريع الأكل الصحي على الاهتمام بمعايير الجودة وتنوع المنتجات، كما يعد استشارة خبراء التغذية أمرا مهما لتحقيق صحة جسمانية متكاملة.